استقطاع لرواتب الموظفين لبعض دوائر الدولة في الأنبار تثير غضب واستغراب آلاف الموظفين الذين يتساءلون عن أسباب هذه الاستقطاعات للشهر الثاني على التوالي. موظفو دائرة الزراعة في الأنبار طالبوا هيئة النزاهة بالتدخل ومحاسبة من قام بالاستقطاع من رواتبهم من دون سند قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإعادة المبالغ المستقطعة. حسب مراقبتنا ومتابعتنا ومناشدة الموظفين، لأن عديد من الموظفين تابعين ديوان محافظة الأنبار يعانون ويشكون الفترة الأخيرة من استقطاع من رواتبهم بطريقة أنه هم عن طريق سؤالهم أنه ما عرفهم السبب، لا ديوان محافظة أعطاهم السبب أو وزارة المالية أنطت الأسباب اللي خلتهم يقطعون هاي النسبة من الرواتب. صراحة احنا مثل ما تعرف أنه وضع البلد حاليا كلش حساس، وأكو يعني الدولار كلش عالي صار، فهذا تاثر على المواطن بشكل كبير، وهم واتين انه يستقطعون من عندهم، فراح يصير اثار سلبيه كبيره على هواي عوائل او الاف من العوائل اللي استقطعوا من عندهم هاي الرواتب. وصلت نسبه الاستقطاع بحسب الكتب والمخاطبات بين المؤسسات الحكوميه في الانبار الى 29%، وشمل الاستقطاع دائره الماء والمجاري والزراعه وهيئه الشباب والرياضه في الانبار. ما قدر يعني يحصل على توضيح الموظف، ولا قدر يحصل على نتيجة من المعنيين، ولا المعنيين وضحهم شنية أسباب استقطاعات المبالغ المالية من الدوائر الحكومية. ليش باقي الدوائر بالمحافظات ما قطعت؟ يعني بما مطلوب من هيئة النزاهة اليوم في محافظة الأنبار وأيضا في بغداد الهيئة النزاهة العليا بأن تفتح تحقيق على حول استقطاع الرواتب من موظفين الدولة في محافظة الأنبار. لم يبقى للموظفين سوى مواقع التواصل الاجتماعي السبيل الوحيد لهم لإطلاق مناشدتهم للحكومة المركزية، ومن خلال حسابات وهمية تحسبا لفرض عقوبات عليهم. عامر محسن، قناة دجلة الفضائية، محافظة الأنبار.